السلام عليكم. تصر أمريكا والسعودية على وقوف إيران بشكل مباشر وراء الهجمات التي استهدفت اثنين من أكبر مواقع النفط السعودية في بقيق، وأحدثت إرباكا في إمداد أسواق النفط العالمية. وتصر طهران على عدم علاقتها بهذه الهجمات. وسط هذين الإصرارين لم يقدم الحوثيون، الجهة التي أعلنت مسؤوليتها عن الهجمات، ما يثبت إطلاقهما للطائرات المسيرة التي نفذت الهجوم، الذي يرى مراقبون أنه ينطوي على تقنيات وقدرات تتجاوز إمكانية جماعة تسيطر على جزء من بلد فقير ومنهك. لكن لماذا الاستهداف لهذا المستوى من المواقع في العمق السعودي؟ بل لماذا بعد كل ذلك يواصل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سياسة التهدئة بالرغم من تصعيد قادة طهران خطابهم؟ هل بات ترامب بعد إقالة مستشاره للأمن القومي جون بولتون وسلسلة تصريحات أعلن فيها رغبته بالحوار واستبعاده لخيار المواجهة، هل بات أكثر جهوزية لخفض جناح الود لطهران؟ أهلا بكم مشاهدين الفاضلين إلى حلقة جديدة من برنامج حديث العرب، تقرأ ما يحصل وراء جملة التصريحات والمواقف المتبادلة بين واشنطن وطهران. تصعيد وتوتر لافت شهدته المنطقة في الأيام القليلة الماضية بعد استهداف منشآت نفطية تابعة لشركة أرامكو في محافظتي بقيق وخريص السعوديتين، وتعطيل نحو 50% من إنتاج السعودية النفطي حسب وكالة بلومبرغ الإخبارية. الولايات المتحدة الأمريكية سارعت على لسان رئيسها باتهام إيران بالهجوم على المنشآت النفطية بقوله إن إيران على ما يبدو هي المسؤولة عن الهجوم على المنشآت النفطية في السعودية. وذكر ترامب في تغريدة له على تويتر أن الإيرانيين يقولون إنهم لا علاقة لهم بالهجوم على السعودية، لكن الحقائق ستبين ذلك. الرياض من جانبها قالت إن التحقيقات أكدت أن الهجوم نفذ بأسلحة إيرانية، مشيرة إلى أن المملكة قادرة على الدفاع عن أراضيها وشعبها والرد بقوة على تلك الاعتداءات. واشنطن التي أكدت صراحة ضلوع إيران بالهجمات ونشرت صورا تبين أن الضربات تمت بطائرات غير تلك التي يملكها الحوثيون، تلوح بإمكانية التحرك العسكري ردا على الهجوم. لكن التلويحات الأمريكية لإيران والتي لم ينفذ منها شيء من قبل أصبحت مكررة في أكثر من حادثة مع طهران التي تتمدد بنفوذها في المنطقة ولا تجد من يكبح جماحها. شبكة ABC الأمريكية نقلت عن أحد كبار مستشاري ترامب قوله إن إيران هي من أطلقت مجموعة صواريخ كروز وأكثر من 20 طائرة مسيرة من داخل أراضيها مستهدفة المنشآت النفطية السعودية، بينما اتهم وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو إيران بممارسة دبلوماسية كاذبة من خلال تظاهر قادتها بالانخراط في الدبلوماسية بينما تقف وراء نحو 100 هجوم تعرضت له السعودية. حسن روحاني الذي لا يجد غضاضة في الحديث بين الفيينة والأخرى عن نفوذ بلاده في بعض الدول، أشار إلى أن العملية التي أسندها لميليشيا الحوثي أتت في إطار الدفاع عن النفس، وبذلك تستمر إيران بعبثها في المنطقة بين تهديد لم يعقبه أي عمل عسكري إلى الآن وبين غض الطرف للتمدد أكثر في دول المنطقة. ينضم إلينا عبر سكايب من صيدا في لبنان الأستاذ حسان القطب مدير المركز اللبناني للأحداث وللأبحاث والدراسات، وأيضا عبر سكايب من بون في ألمانيا الأستاذ نبيل شبيب الكاتب الصحفي. أهلا بكما ضيفي الكريمين. أبدأ من صيدا. أستاذ حسان، بغض النظر عما إذا كانت الهجمات انطلقت من اليمن، من العراق، من إيران، لكن الثابت على الأقل على لسان وزير الخارجية الأمريكي والمسؤولين السعوديين أن إيران تقف بشكل مباشر وراء هذه الهجمات، السؤال الذي يحتاج إلى إجابة الآن: لماذا هجمت هذه المواقع على هذا المستوى العالي والرفيع من الأهمية؟ أولا لابد من الإشارة إلى أن إيران هي المسؤولة عن هذه الهجمات سواء كان مباشرة أو غير مباشرة، لأن الحوثيين أو الحشد الشعبي أو حتى حزب الله في لبنان جميعهم أدوات بيد النظام الإيراني ويعملون تحت سلطة فيلق القدس والجنرال قاسم سليماني. إذن الهجوم إيراني سواء كان بالمباشر أو غير مباشر،
أما لماذا الهجوم؟ أن إيران تشعر بالضعف وتشعر بالقلق نتيجة ضغط الحصار الاقتصادي الذي يتزايد على الواقع الاجتماعي والاقتصادي الإيراني، نتيجة عجز إيران عن دعم حلفائها كما يجب وكما سبق أن كانت تدعمهم في مختلف الدول التي لها جزء من الهيمنة عليها أو تهيمن عليها بالشكل الكامل، مع تراجع نفوذ الحوثيين في اليمن، مع تراجع نفوذ الحشد الشعبي في العراق، كذلك الضربات الجوية المتواصلة على المواقع الإيرانية في سوريا وفي العراق والتي تستهدف مخازن الصواريخ والأسلحة الإيرانية الموجودة بعهدة أدواتها في المنطقة، أصبحت إيران تشعر أن الوضع قد ينعكس سلبا على واقعها الداخلي، على الواقع الاجتماعي والواقع الاقتصادي وعلى تململ الشعب الإيراني نتيجة هذا الحصار الذي يضيق الخناق على قدرات إيران سواء كان في الداخل أم في الخارج. لذلك جاءت هذه الضربة البالغة الخطورة والأهمية لتقول إيران للمجتمع الدولي أنها على استعداد لخوض الحرب أو الجلوس إلى طاولة المفاوضات والتفاوض معها على شيء من النفوذ في المنطقة مقابل وقف هذه الهجمات وضبط الأوضاع وضبط أدواتها في لكن المنطقة. أستاذ حسان، هذا الكلام الذي تتفضل به يعني يناقضه ما يقوله المسؤولون الإيرانيون الذين يعني يصرون على عدم الجلوس على أي مستوى من التفاوض مع الأمريكيين إلا إذا رفعت العقوبات. الإيرانيون دائما يستخدمون لغتين، لغة التهديد ولغة الرسائل غير المباشرة، سواء كان بالتفاوض مع ماكرون رئيس فرنسا منذ فترة، وأيضا الأمريكيون أعلنوا أنهم يفاوضون الحوثيين سرا، مع أن الحوثيون يعلنون الموت لأمريكا والموت لإسرائيل. إذا هناك لغتين لدى إيران، لغة ترضي جمهورها وشعبها وتؤكد أنها لازالت قوية وقادرة وترفض التفاوض إلا بعد إزالة العقوبات أو وقف العقوبات، ولغة أخرى تقدمها بطريقة دبلوماسية عبر وسطاء أوروبيين أو غير أوروبيين بأنها مستعدة للجلوس إلى طاولة الحوار والتفاوض على نفوذها في المنطقة وعلى مستقبل قواتها المسلحة وقدراتها العسكرية للخروج من أزمتها الاقتصادية، خاصة بعد أن شاهدنا تلك الباخرة الإيرانية التي كانت تجوب البحر المتوسط وهي عاجزة عن تفريغ حمولتها حتى سمح لها أخيرا بالتفريغ في سوريا. إذا هناك مشكلة لدى الإيرانيين، يشعرون بالضغط الشديد على واقعهم الاقتصادي الذي قد ينعكس سلبا في الداخل، نعم. وأكثر ما يخيف إيران حاليا هو مشكلة الداخل الإيراني الذي بدأ يتململ نتيجة العقوبات طيب وشدة تأثيره على الداخل الإيراني. طيب أريد أن أسأل أستاذ نبيل، عدد من المسؤولين كبار المسؤولين الإيرانيين قالوا إنه إذا لم تصدر إيران النفط فإنها أي دولة في المنطقة لن تفعل ذلك، إلى أي مدى يمكن لهذا الكلام أن يشكل مدخلا دقيقا لفهم ما حدث في قيق، ثم بعد ذلك ما جملة الرسائل المراد تمريرها من وراء هذا الهجوم؟ ولكن الصراع القائم في المنطقة ما بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران هذا قائم الواقع من عشرات السنين، ولم نجد حتى الآن أي صدام مباشر بين الطرفين، إنما إيران تتحرك غالبا في مجموع المنطقة بالوكالة، لا تتحرك بشكل مباشر، والطرفان يعرفان تماما قواعد اللعبة، أكاد أقول المتفق عليها ضمنيا بين الطرفين، بأنه لا يصل الأمر إلى حدود الصدام الكبير الكبير المباشر كما حدث فيما سبق في العراق مثلا عندما أرادت الولايات المتحدة الأمريكية أن تتحرك. أما الآن الواقع لا يوجد ما يدل على ذلك ولا يوجد خلال العقود الماضية كلها، بالتالي الآن يمكن أن نقول هي تحت ضيق شديد بالنسبة إلى الحصار الاقتصادي، الحصار المالي، منع تصدير النفط، ولكن نحن نعلم بأنه لم تحل أي مشكلة، يعني لم يمكن إخضاع أي دولة على الإطلاق عن طريق الحصار فقط، عن طريق الحصار الاقتصادي. نحن نعلم أن الصين حوصرت ربع قرن كامل وبعد ذلك قامت وأصبحت الآن تنافس الولايات المتحدة الأمريكية اقتصاديا وسياسيا على المستوى العالمي. نعرف أن كوريا الشمالية أيضا كانت محاصرة طوال الفترة الماضية، ثم كوبا أيضا قرب أمريكا. إذا الوقت قضية الحصار يضغط وقضية الحصار له سلاح ذو حدين، يعني إلى حد ما إذا كان هناك تدمر في الداخل يمكن أن يكون هناك نوع أيضا من التجمع حول الزعامة السياسية القائمة في البلد بغض النظر عن أخطائها الكبرى وجرائمها في المنطقة، فيمكن أن يكون هناك دفع في اتجاه هذا
أما الخلاف الحقيقي ما بين الطرفين الواقع خلاف على النفوذ، يعني بمعنى إيران يمكن أن تتحرك في المنطقة وقد تحركت في الماضي كثيرا دون أن تعبأ بذلك الولايات المتحدة الأمريكية، ولكن لا ينبغي أن يكون هناك خطر على الهيمنة الإسرائيلية في المنطقة، وهو ما يسبب الصدامات أو بالسياسية وغير السياسية في الوقت الحاضر، ولكن إيران ما زالت مستمرة في عبثها في المنطقة دون أن تجد رادعا أمريكيا حقيقيا. نعم، ضمن محاولاتنا المستمرة للبحث في بواعث هذه الهجمات والدوافع التي تقف وراءها، ينضم إلينا عبر الهاتف من اسطنبول الدكتور عبد الحافظ الساوي الباحث الاقتصادي. مرحبا بكم دكتور عبد الحافظ. سؤالي هو بالنظر إلى طبيعة الأهداف وحجمها ومكانتها، هل أريد من قبل من يقف من وراء هذه الهجمات إيقاع الضرر الاقتصادي بالسعودية، أم أن الهدف يتوقف عند فقط تمرير رسائل سياسية؟ بلا شك طبعا أن الأمر يجمع بين الهدفين، هدف استنزاف الثروات النفطية في المنطقة، وهذا معمول به منذ الأزمة الخليجية الأولى ثم الثانية ثم الثالثة، والآن نحن في مشهد يستهدف استنزاف ثروة العراق والسعودية وإيران بشكل رئيس من الثروة النفطية. الأمر الثاني هو تمرير رسالة سياسية بامتياز تتعلق بتفوق الكيان الصهيوني في المنطقة وإضعاف كل القوى السياسية الموجودة بما فيها السعودية وإيران وتركيا حتى تظل السيطرة للكيان الصهيوني بشكل كبير. وإذا ما نظرنا للموضوع يعني في إطار الاقتصادي، أرجو المعذرة دكتور، يعني فقط أريد أن أتوقف عن قضية الرسائل السياسية، ما علاقة الاحتفاظ بإسرائيل كدولة أو كيان متفوق في المنطقة بالهجمات على الاقتصاد أو هذين المنشأتين السعوديتين، علما ان الان هناك حديث عن انه تقارب يعني الى بشكل او باخر بين السعوديه وتل ابيب؟ يعني كما هو معلوم الاقتصاد والسياسه وجهان لعمله واحده، وحتى اذا يعني زحفت الدول العربيه في مشروع التطبيع واقامه علاقات مع الكيان الصهيوني، فالمشروع الشرق اوسطي الذي استهدف وضع بذرته الاولى في مؤتمر السلام في مدريد 1990 كان يخطط له أن تظل إسرائيل متفوقة اقتصاديا وأن تتجه إلى اقتصاديات التكنولوجيا والآي تي، بينما تبقى اقتصاديات الدول العربية الأخرى تعمل في الاقتصاديات التقليدية مثل زراعة المواد الأولية أو الصناعات التقليدية من النسيج أو تجميع السيارات أو تجميع الأجهزة الكهربائية. فهذا الربط هو لا مقصود حتى تكون إسرائيل في متميزة عن باقي الدول ولا يكون هناك مستوى اقتصادي متميز إلا في هذه الدولة، حتى تكون يعني كلها في إطار التبعية ولا يتميز لها أي نوع من أنواع الاستقلال. طيب دكتور عبد الحافظ، يعني ما طبيعة الأضرار التي ترتبت على هذا الهجوم، الأضرار الداخلية على المستوى الداخلي السعودي، وكم المدة التي تحتاجها السعودية للعودة إلى إنتاج الكمية المناسبة من النفط الخام؟ لا، هو الأضرار كبيرة جدا، لأن في أمر يتعلق بالأمن القومي السعودي، وهو ضرب العمق الاستراتيجي للمملكة العربية السعودية وإيصال رسالة لصانع القرار في السعودية والمواطن السعودي بأن حجم الإنفاق الذي يصل إلى نحو 70 مليار دولار سنويا على الدفاع والتسليح هو إنفاق بلا فائدة، وبالتالي التهديد بدأ من قبل الحوثيين إلى المناطق الحدودية ثم إلى قصور الأمراء ثم إلى المطارات ثم في عمق الاقتصاد السعودي بضرب منشآت أرامكو، وبالتالي هذه رسالة أن منابع النفط في ضربت في مقتل. الأمر الثاني وهو أن المشروعات الكبرى التي دعا إليها محمد بن سلمان في مشروعه رؤية 2030 أصبحت في خطر شديد من حيث إعراض المستثمرين المحليين أو الأجانب في المشاركة في هذا المشروع، فضلا عن أن الرسالة التي وصلت أن هذا المجتمع مجتمع غير آمن سياسيا واقتصاديا وأمنيا،
وبالتالي كما يقولون في رأس المال جبان، ولن تتواجد نعم. الاستثمار في هذه المشروعات، وإنما الذي سيستنزف بشكل كبير جدا في حالة إصرار ابن سلمان على مشروعه في ظل هذه البنية الأساسية المكلفة بشكل كبير جدا، سيكون هو النفط السعودي الذي سيستنزف في هذه المشروعات التي تفتقد إلى دراسات جدوى حقيقية نعم. أكثر منها من بهرجة إعلامية ومن قبل بعض شركات العلاقات العامة التي التفت حوله لإطلاق هذا المشروع. طيب دكتور، سؤالي الأخير، أنت قلت بأن هذه الهجمات أصابت السعودية في مقتل، هذا يقود إلى الحديث عن البنية التحتية الاقتصادية للمملكة العربية السعودية. عندما تستهدف اثنتان من أكبر المنشآت النفطية في السعودية، تعطل الإمداد العالمي وتحدث إرباكا في أسواق النفط العالمية، ثمة من تحدث عن هشاشة في البنية التحتية الاقتصادية السعودية، بما يمكن أن تفسر هذه الهشاشة؟ وماذا يعني احتمال تعرض السعودية لهجوم مماثل مستقبلا؟ ماذا يعني اقتصاديا على السعودية؟ الاقتصاد السعودي هو اقتصاد نفطي بالدرجة الأولى، وبالتالي كل الدعوات التي تم تسويقها في أكثر من أزمة تعرضت لها سوق النفط أو تعرضت لها المنطقة في الإطار السياسي أو الاقتصادي، كان الإعلام السعودي يخرج ليعرض لنا أن هناك ثمة توجه بالتنوع الاقتصادي ووجود استراتيجيات توطين العمالة أو استراتيجيات التنوع الاقتصادي وعدم اعتماد الاقتصاد على النفط، ولكن لا يوجد أثر ملموس لهذه الاستراتيجيات على أرض الواقع. فالبنية الموارد البشرية في السعودية هي بنية مختلة، يعني قوة العمل الموجودة في المملكة العربية السعودية تتكون من 12 مليون عامل، منهم 2 مليون سعوديين و10 مليون وافدين. فحتى ال 500 أو 600 ألف العاطلين في المملكة العربية السعودية اللي بيمثل جزء كبير جدا منهم النساء، لو تم تشغيلهم بالكامل وأصبحت البطالة بين صفوف السعوديين صفر، فلن تستطيع هذه العمالة أن توافد متطلبات الاقتصاد السعودي. هذه واحدة. الأمر الثاني أن الاقتصاد السعودي لا يمتلك مقومات في قطاع الصناعة. الطبيعة المملكة العربية السعودية لا تسمح باستثمارات في مجال الزراعة إلا في حدود بسيطة لاعتبارات المياه والأرض الصالحة للزراعة. أيضا اقتصاد الخدمات قائم على التعليم والصحة، وهي كلها مشروعات حكومية، فضلا عن أن الحكومة السعودية من خلال سيطرتها على الاقتصاد واعتماد القطاع الخاص بشكل كبير جدا على مشروعات الإنشاءات وعلى الإنفاق الحكومي خلال الفترة الماضية، أوجد قطاعا خاصا هاشا ضعيفا لا يستطيع أن يعمل بمعزل عن المشروع الحكومي والإنفاق الحكومي. نعم. وبالتالي هشاشة البنية الاقتصادية السعودية لا تحتاج إلى تدليل لما تعرضت له منذ 2014 إلى الآن من انخفاض في عجز الموازنة، من وصول الديون الآن إلى حوالي 170 مليار دولار وهي في طريقها إلى الصعود. نحن نلاحظ أن على مدار 6 أشهر الأولى من 2019 أن الدين العام زاد بحوالي 17 مليار دولار. في ظل التطورات الأخيرة يتوقع أن يتجه هذا الدين لزيادة أكبر. أيضا هناك حالة من عدم الشفافية فيما يتعلق بالصندوق السيادي السعودي. نعم. فنحو أكثر من 750 مليار لا يعلم عنها أحد من المواطنين شيء، كيف تستثمر هذه الأموال، ما هو العائد عنها، لا يوجد هناك برلمان في المملكة العربية السعودية يتسم بالشفافية في محاسبة القائمين على هذا الصندوق وما هي موارده وما هي عوائده. وبالتالي الهشاشة هنا تضرب كل مكونات ومقومات الاقتصاد السعودي. وضحت الصورة. دكتور عبد الحافظ الصاوي الباحث الاقتصادي، كنت معنا من اسطنبول عبر الهاتف، أشكرك شكرا جزيلا. أذهب إليك أستاذ حسان في صيدا. تحدثت في بداية الحلقة عن أسباب ودوافع الإيرانيين للهجوم على المنشآت النفطية في السعودية، لكن ماذا عن الأهداف؟ ما جملة الأهداف التي أرادوا تحقيقها من وراء هذه الهجمات، وماذا تحقق لهم سواء تكتيكيا أم استراتيجيا؟ النظام الإيراني يريد تحريك عجلة المفاوضات. الولايات المتحدة تدرك أنها لا تريد أن تدخل حربا مع إيران، إنما تزيد من ضغطها الاقتصادي والمالي وحتى السياسي على إيران حتى تجعلها أو تجبرها أن تدخل في مفاوضات مباشرة.
معها حول برنامجها النووي، حول برنامجها الباليستي، وحول موضوع دعم المنظمات التي تعتبرها الولايات المتحدة منظمات إرهابية. إيران لاحظت أن هناك تغيرات في الولايات المتحدة، منها عزل جون بولتون، أيضا الشهر المقبل ندخل في موضوع الانتخابات الأمريكية للتشديد للرئيس الحالي أو انتخاب رئيس بديل، مما يجعل من القرارات الاستراتيجية الكبيرة موضع نقاش وجدال داخلي وموضع تردد أيضا. لذلك اختارت إيران الوقت المناسب للقيام بهذه الضربة العسكرية، هذا على مستوى العمل نفسه. أما ما تريد تحقيقه فهو تريد أن تقول أنها قادرة على إصابة الاقتصاد السعودي، قادرة على تعطيل الملاحة في البحر، في الخليج العربي، خاصة مع اختطافها لبعض السفن المحملة بالنفط، وقادرة على إيذاء البنية التحتية لصناعة النفط في المنطقة. هناك صناعة نفطية وليس مجرد تصدير نفط. لكن ما نجحت إيران في توضيحه للرأي العام الدولي هو أنها تملك منظومة عسكرية خطيرة، وهذا ما يقلق العالم، وهذا ما التفتت إليه كافة الدول، حتى فرنسا أرسلت خبراء للتحقيق في هذه الصواريخ وكيف وصلت. أيضا استفزت العالم بحيث أصبح قلقا على الممرات المائية، وأصبح من الضروري حماية الممرات المائية من التعنت الإيراني ومن سوء الأداء الإيراني. أيضا يمكن القول أن ما قامت به إيران استدرج العالم برمته ليدرس الواقع الإيراني، ليدرس السياسات الإيرانية، ويدرك أيضا أن هذه الدولة هي دولة مارقة حقيقة، ولا يمكن التعاون معها أو الوثوق بوعودها ومواثيقها، لأنها لا تلتزم بأي شيء ولا حدود لما تقوم به، سواء من قصف لمواقع اقتصادية أو عمليات خطف أو عمليات قتل. خاصة إذا عرفنا أن خطف 3 أستراليين في طهران من الرعايا الذين يحملون جنسية مزدوجة جاء بعد قرار أستراليا بالمشاركة في الحملة لحماية الممرات المائية، ومشاركة أستراليا التي أصبحت مقررة. إذا إيران تستخدم كافة الوسائل لحماية مشروعها دون الالتفات إلى العواقب الداخلية وحتى الدولية. المطلوب هو إنجاح دورها في المنطقة على حساب كل السكان وكل الشعوب. عندما تقول إيران أن من مسؤول عن هذا القصف هو الحوثي أو الحوثيون، مما يعني أنها تشجع العالم برمته على الإجهاز على هذا الفريق الذي أسسته إيران ودعمته إيران ومولدته إيران. لا حليف لإيران، هناك أدوات لدى إيران. عندما يتهم أو عندما يشير روحاني إلى أن من قام بهذا العمل هو الميليشيا الحوثية، هذا يعني أن العالم برمته قادر على إزالة الحوثيين عن الخريطة وإلغاء دورهم. ما نعم. وبينما الكل يعرف أن إيران هي التي تدعم الحوثيين، هي التي تزودهم بالأسلحة والمال وإلى نعم. آخره، وهم يقومون بخدمة مصالحها بما فيها زراعة الألغام في البحر الأحمر وعند مضيق باب المندب. إيران فعلا دولة لا يمكن الوثوق بها، وهذا ما تثبته الأيام، طيب. ولا حدود لطموحاتها وأطماعها في المنطقة، وهذا ما يؤكده كل يوم مسؤوليها عندما يقولون أنهم يهيمنون على 4 دول وصولا إلى البحر المتوسط لخدمة سياساتها وتصدير ثورتها. طيب أستاذ حسان، تحدثت عن جملة من الأهداف نعم. الإيرانية البعيدة، لكن لو تأذن لي أن أنتقل إلى بون لأسأل أستاذ نبيل عن الهدف ربما المباشر محل الحديث الآن الذي ربما تسعى إيران إلى تحقيقه، وهو رفع العقوبات واستئناف تصدير النفط. إلى أي مدى حققت أو يعني وضعت نفسها على أول طريق استعادة تصدير النفط؟ يعني من قبل هذه الضربة الواقع كان هناك الأوروبيون الذين يسعون من أجل استئناف المفاوضات، أو على الأقل من أجل الحفاظ أو العودة إلى الاتفاق النووي القديم الذي خرجت منه الولايات المتحدة الأمريكية. أيضا الروس والصينيون لم يتحركوا الواقع طوال الفترة الماضية على أساس مقاطعة إيران في هذا المجال. بالتالي الواقع من قبل الضربة كان هناك نوع من التحرك. يعني الضربة لا توجه الواقع، لا يكون الهدف الرئيسي منها هو هذا المجال فقط، إنما إيران نفسها تعرضت مثلا لضربات داخل سوريا بمواقعها المختلفة، وفي الآونة الأخيرة أيضا حتى داخل حدود العراق. وبالتالي الواقع عندما ترد بهذا الأسلوب هي توجه الأنظار إلى أنها يمكن أن تتحرك تحركا أو أبعد مدى من الفترة الماضية. يعني
القضية ليست فقط قضية النفط الخام، النفط الخام الآن هذه ضربة أكاد أقول بأنها في مصلحة العالمية، لأن الجميع الآن يتجه إلى استبدال النفط، استبدال الطاقة البديلة بالنفط الحالي والغاز وغيره، وهناك كثير من المشاريع في هذا الاتجاه التي يمكن أن تنشط نشاطا كبيرا بعد أن يتعرض مصادر النفط الرئيسية وخاصة المصدر السعودي إلى الخطر بهذا الشكل. بالتالي الواقع يمكن أن ننظر نظرة أبعد، لا يمكن أن نحصر الأمر بهدف قريب فقط، لأن الواقع إيران صحيح أنه ليس لها حليف حقيقي، ولكن ليس لديها أيضا عدو حقيقي. يعني الولايات المتحدة الأمريكية لم تتحرك ضد إيران، وكان بينها وبين إيران حتى في أشد درجات المقاطعة سابقا قبل عقد الاتفاق النووي، طيب، وقبل أن يصل ترامب إلى السلطة. كان هناك دائما الواقع. ذكرت أستاذ نبيل، معذرة عن المقاطعة، ذكرت نقاط مهمة، لكن السؤال هو كما حدث في العراق طوال الفترة الماضية، لكن بالتالي الواقع لا يمكن لو أذنت أن لي أستاذ نبيل هناك عداء كبير. طيب شامل. أنت ذكرت بعض النقاط المهمة، لكن لا شك أن هذا القرار عندما تضع إيران إصبعها على يعني الوتر الحساس للعالم، على الشريان الحساس للعالم، لا شك أن هذا القرار محسوب بدقة. السؤال هو ما مدى المكاسب التي يمكن أن تحققها إيران على المدى القصير والمتوسط من وراء هذه الهجمات؟ وما لا يمكن أن تحقق مكاسب. يعني الواقع النفط السعودي في الدرجة الأولى يغطي الاحتياجات إلى حد كبير الأوروبية، أكثر منها حتى من الحاجات الأوروبية أقل من سواء. يعني هبطت أهمية النفط السعودي بالنسبة إلى الولايات المتحدة الأمريكية وإلى أوروبا، يعني إلى حد كبير لم تعد القضية قضية توجيه ضربة إلى النفط على المستوى العالمي، وإنما على مستوى العلاقات الإقليمية في الدرجة الأولى. نحن نعلم بأن الولايات المتحدة الأمريكية على الفور حتى تهدئ الأمور قالت بأنه سيستخدم الاحتياطي الاستراتيجي من النفط في الولايات المتحدة الأمريكية. أوروبا إلى حد كبير تحولت جزئية نصف يعني مصروفها من الطاقة الواقع يعتمد على مصادر أخرى وليس على السعودية كما كان في الماضي أو على ليبيا. بالتالي الواقع لا يمكن أن نقول بأن هذه الضربة استهدفت توجيه شيء من الأذى الكبير إلى النفط العالمي أو الوضع العالمي، إنما إلى حد كبير الصراع الإقليمي، صراع الهيمنة الذي هو قائم من فترة طويلة، وهو ما أكده الزميل من إسطنبول قبل قليل. الواقع ما هو قائم هو صراع الهيمنة ما بين إسرائيل وما بين إيران، وفي هذا الإطار يمكن أن نفسر أشياء كثيرة. الضربة قد لا توجه مباشرة إلى إسرائيل، ولكن توجه إلى السعودية بعد أن كثر الحديث في الآونة الأخيرة عن تحالف يمكن أن يقوم من أصل من أجل صد القوة الإيرانية. بالتالي الواقع هناك أهداف أبعد مدى، يعني أهم بكثير من الهدف الاقتصادي المحض، سواء بالنسبة للسعودية أو سواها. حتى الأضرار المادية التي أصابت المنشآت يمكن حسب أقوال معظم الخبراء ممكن خلال أسابيع أو خلال شهور أن تستعيد عافيتها وتستعيد مستوى إنتاجها من جديد في المنطقة في السعودية، فلا يكون هناك ضرر دائم مستدام. أما الضرر الحقيقي هو عدم الاطمئنان بالنسبة إلى السعودية الآن إلى أن والله الولايات المتحدة الأمريكية يمكن أن تتحرك. والزميل الذي تحدث الواقع عن قضية أن السعودية مستهدفة مثل إيران، السعودية وإيران وتركيا مستهدفة كقوة إقليمية مقابل دعم الواسع النطاق كما نرى الذي يجري بالنسبة إلى مشروع الهيمنة. اللافت أن هذه التفاعلات تتزامن أو تعقب سلسلة إجراءات قامت بها الإدارة الأمريكية، ولعل أبرزها أهمية ودلالة هي عزل الموصوف بالمتشدد جون بولتون المستشار القومي للرئيس الأمريكي، فيما ينظر له على أنه سياسة تودد نحو الإيرانيين. إلى أي مدى ستفلح هذه السياسة؟ هذا ما نحاول أن نعرفه بعد هذا الفاصل القصير. يرجى من مشاهدي قناة الرافدين الفضائية استقبال بث القناة على مدار القمر نايل سات وفق التردد 1-2-3-8-0 أفقي.
أسعدكم الله، وهذه عودة للحديث عن موضوع الهجمات التي ضربت اثنين من أكبر مواقع النفط السعودية وتبعات هذا الحدث. أذهب إلى صيدا. عزل جول بولتون مستشار ترامب الصقوري القوي الذي يرفع مستوى الحدة الخطاب ويسعى إلى التهديد وإلى ضرب إيران إلى آخره، فهمه الكثير من المراقبين على أنه سياسة تودد نحو الإيرانيين وسياسة إجراءات بناء ثقة أو حسن نية إلى آخره. لكن المهم أكثر من المراقبين هو كيف فهمته إيران، كيف تنظر إلى إيران إلى هذه الخطوة. جون بولتون كما رشح عن بعض الخبراء والمقربين من البيت الأبيض أنه كان يضغط باتجاه القيام بعمل عسكري ضد إيران، بينما الرئيس ترامب كان يرفض أي القيام بأي عمل عسكري ويصر إلى جانب بعض المستشارين الآخرين إلى زيادة الضغط الاقتصادي والحصار الاقتصادي والسياسي والإعلامي. وهذا ما تبين فعلا أنه بعد عزل بولتون وبعد الضربة الإيرانية كان الجواب الأمريكي الأولي هو مزيد من الحصار، مزيد من الضغوطات الاقتصادية على إيران لإضعافها أكثر واستنزافها أكثر. وإذا أدركنا أن الاقتصاد حصار الاقتصاد يترك أثرا بالغا على واقع إيران أكثر من الحرب نفسها، لأن الحرب قد تجمع المجتمع الإيراني على خلف القيادة الإيرانية، والحرب قد تؤدي إلى تدمير متبادل ما بين إيران والدول المجاورة لها، بينما الحصار الاقتصادي آلامه وأثره يعني تعاني منه إيران وشعبها وحلفائها في المنطقة من الميليشيات المسلحة الموجودة. لذلك هناك رؤية متناقضة داخل البيت الأبيض ما بين القيام بعمل عسكري وإنهاء هذا الملف وبين الضغط الاقتصادي أكثر وتصويب سياسات إيران أو إجبارها على تعديل مسارها دون الدخول في عملية تغيير النظام أو استبداله، على أمل أن يكون هناك تحولا داخليا. أستاذ حسان، يعني هذا الملف يعني كما تقول بأن هناك رغبة من قبل نتيجة الضغوط. أستاذ حسان، يعني أنت تقول بأن هناك رغبة من الإدارة الأمريكية لتصويب وتعديل سياسات إيران، لكن اللافت أن إيران تزداد شراسة في إدارتها للملفات الإقليمية وتزداد صلابة. إيران تشعر أنها قدمت الكثير في المنطقة من ضحايا ومن تمويل في الحرب السورية، هي التي شنت الحرب على الشعب السوري، هي التي قامت بتهجير الشعب السوري، وهي التي مولت هذا النظام بالسلاح والمال، وهي التي استدرجت النظام الروسي إلى الدخول في الحرب السورية ما بوعد تمويل الدخول الروسي وتأمين كافة التجهيزات، التمويل التجهيزات اللازمة لهذه الحرب. الآن تشعر أنها مستهدفة في سوريا وأن عليها الخروج برضا روسي وموافقة روسية وبضغط أمريكي وإسرائيلي وغض طرف روسي. أيضا في العراق هي تشعر أنها بدأت تخسر أرض وجودها في العراق بشكل قوي، خاصة إذا ما لاحظنا أن ميليشيا الحشد الشعبي وبعد قصف مستودعاتها في العراق قامت بتسليم أسلحتها الثقيلة والصاروخية منها إلى الجيش العراقي ليضعها في مخازنه لحمايتها من أي غارات إسرائيلية أو غير إسرائيلية. حتى في لبنان الواقع الاقتصادي الصعب الذي يضرب لبنان والذي يهدد استقراره ونموه الاقتصادي يؤذي حزب الله وبيئته بشكل كبير ويجعله في موقع ضعيف وغير قادر على استنهاض ساحته عندما يريد. إذن إيران تشعر أنها مستهدفة في المنطقة بعد أن امتد نفوذها بشكل كبير وبعد أن تمكنت من إثبات أنها قوية وقادرة نتيجة اجتماع حلفائها وخاصة الأقلية الشيعية في المنطقة، كما قامت في اليمن ببناء مجتمع جديد في اليمن، لم يكن هناك مجتمع شيعي جعفري 12، قامت ببناء هذا المجتمع وتمويله وتسليحه وهو خاصرة المملكة العربية السعودية مما أثار حربا تمتد إلى الآن منذ 5 سنوات. إذا إيران تشعر أنها بدأت تخسر ما استثمرته في هذه الحروب وما حاولت زراعته في هذه المنطقة من بيئات جديدة مسلحة وميليشيات تعمل بإمرتها أصبحت تخسرها شيئا فشيئا نتيجة الضغوط الأمريكية والتوافق الروسي مع الأمريكي. لذلك هي تحاول الآن الخروج من عنق الزجاجة ومحاولة التفاوض على واقعها في المنطقة، على نفوذها في المنطقة، على مصالحها في المنطقة وحماية ما يمكن حمايته من الحلفاء حتى يبقوا أدوات في يدها عندما تستخدمه عندما تريد. وهذا لكن ما أستاذ أكدته حسان هذه الغارة اللافت التي تقول أن بإمكاننا تغيير المنطقة ولكن التفاوض معها مسيرة. طيب اللافت هناك تحول واضح في بنية الخطاب
عند ترامب في الإدارة الأمريكية عموما وخاصة ترامب. يعني الآن ويقول ترامب إنه لا يريد أي مواجهة مع الإيرانيين، قد يكون هذا معروفا من قبل، قاله ولمح ألمح إليه من قبل، لكن الآن يقول إنه عندما يتعلق الأمر بإيران فإن الدبلوماسية لا تستنفد أبدا. هل أستاذ نبيل شبيب، هل الأمر متعلق بأهداف انتخابية يريد أن يحافظ عليها، يريد أن يحافظ على موقعه ترامب بسبب وعده للناخب الأمريكي بأنه لن يفتعل حروبا خارجية، أم أن الأمر أبعد من ذلك وأعمق؟ يعني أبعد من الانتخابات، ولكن ليس أبعد من السياسة الأمريكية الواقع الماضية في طريق يعني دفع الآخرين حرب بعضهم بعضا، ويمكن مد هؤلاء بالسلاح وهؤلاء بالسلاح، ولكن لا يشاركون بشكل مباشر في الحروب. الواقع بولتون كان لماذا يعني يتوقفون عند إيران؟ كما نعلم من عهد حرب احتلال العراق منذ تلك الفترة، الواقع حرب احتلال أفغانستان منذ تلك الفترة، وهو يدعو إلى الحروب، وهذا يمثل اتجاه المحافظين الجدد منذ تلك الفترة. أما أوباما الذي هو من الديمقراطيين والآن ترامب من الجمهوريين، الواقع كان هدفهما هو الخروج من الحروب المباشرة، الخروج من المشاركة في هذه الحروب، ولكن دون أن يفقدوا النفوذ والهيمنة التي تجعل دولا أخرى تخوض الحروب باسمهم، وهم يقدمون لها السلاح، بمعنى يبيعون لها السلاح إلى حد بعيد، يستفيدون على هذا الصعيد، وفكره تجاري. بالتالي الواقع يعني أوباما مثلا، لكن هو الذي أعلن. أستاذ نبيل، أمريكا افتعلت حروبا كثيرة في المنطقة سواء في شرق آسيا أو حتى في منطقة الشرق الأوسط، لماذا يتوقف الأمر عندما يصل إلى حدود إيران؟ لا يخوض الحروب ضد إيران، هذا ذكرته في البداية، لأنه أعطيني مثالا واحدا من قبل حتى وصول الخميني إلى السلطة في إيران، الواقع لم تكن هناك إلا العلاقات الجيدة، ثم مالت حتى ما بين احتواء العراق وإيران في فترة من الفترات، ثم جاءت قضية الآن يعني زيادة النفوذ الإيراني في المنطقة. إيران لم تتحرك فقط في سوريا، قبل سوريا تحركت في أفغانستان والعراق إلى حد كبير بنوع من المقايضات وبنوع من التفاهم الضمني ما بينها وبين الولايات المتحدة الأمريكية. يعني هذه ليست سياسة خاصة بترامب فقط، إنما الطريقة التي يتبعها ترامب قد تختلف عن يعني أسلافه. وأن أما الهدف الواقعي هو أن إيران ينبغي أن تكون قوة إقليمية قادرة على التحرك في المنطقة، تضمن منطقة الخليج أو على الأقل تسيطر على منطقة الخليج مقابل القوة الإسرائيلية في المنطقة. هنا الواقع حدود النفوذ بين الطرفين أو قوة النفوذ، صراع النفوذ بين الطرفين هو الذي يتحكم في التحركات المختلفة. أن إنما لم يكن هناك رغبة في الحروب سابقا ولم يكن الآن، وترامب الواقع يترجم ذلك بأسلوبه الذي يختلف عن أوباما. أوباما الواقع تحرك حتى عقد الاتفاق النووي بإيران مع إيران بما يحقق كثير من المصالح لها إقليميا، وترامب يتحرك الآن من خلال الحصار الاقتصادي، والنتيجة واحدة في نهاية المطاف وهي عدم الصدام العسكري. لا نتوقع حربا على الإطلاق. يعني لو أراد أن أستاذ نبيل يتحرك إيران أدت الواقع المصالح في سوريا مباشرة ولم يكن يتحرك الأمن. سأتي للحديث عن خيارات البلدين بعد قليل معك ومع الأستاذ حسان، لكن قبل ذلك أستاذ حسان، في صيدا يعني لوحظ أنه بعد عزل بولتون وبعد حتى الهجمات على شركات أرامكو، يعني المسؤولون الإيرانيون كانوا حريصين على إظهار التفوق والانتصار، حتى إنهم على مستوى عالي أكثر من مسؤول قال إن إيران فشلت سياستها الاستراتيجية تجاه إيران. وبعد عزل بولتون صار الأمريكيون أقرب إلى تفهم حقائق إيران. السؤال، هل هذا إعلان انتصار إيراني في صراع تكسير العظام إذا صح التعبير بينها وبين أمريكا، أم هو الاستهلاك المحلي؟ الولايات المتحدة لا تريد خوض حرب مع إيران. إيران مساحتها 1,600,000 كيلومتر مربع، ويلزمها الكثير من الجنود والسلاح والقدرات المالية الهائلة، والتجربة الأمريكية في العراق وفي أفغانستان خلصت إلى نتيجة أن الحروب المباشرة مكلفة جداً وغير مثمرة، باعتبار أن البيئات الموجودة في هذه المنطقة ليست على تفاهم ولا تحب الولايات المتحدة ولا سياساتها ولا تتعاطف معها. هذا ما جرى في العراق وهذا ما جرى في أفغانستان. أطول حرب تخوضها الولايات المتحدة الآن هي في أفغانستان. لذلك تدرك الولايات المتحدة أن الضغط الاقتصادي والسياسي هو خير وسيلة لمواجهة إيران وإضعافها. ثم يجب أن نلتفت إلى الداخل الإيراني. الداخل الإيراني هو عبارة عن مجموعة من الشعوب التي تعيش فيها الفرس، الأتراك، العرب،
البلوش، الأكراد، هناك نسيج متنوع ومتناقض أيضا، وهناك إثنيات دينية أيضا إلى جانب العرقية، هناك تباين فيما بينها، وهناك نظام ديني يحدد مسار الدولة ومسار حياة البشر فيها. لذلك الولايات المتحدة تراهن على تحرك داخلي وعلى إضعاف هذا النظام في الداخل باستنزافه في الخارج. ألم تلاحظ الولايات المتحدة أن إيران تتدخل في العراق وفي أفغانستان وفي سوريا، وأنها تنفق مليارات الدولارات في حروب عبثية لضرب الشعب السوري والشعب العراقي والشعب اليمني؟ إنما هي استنزفت إيران هناك لضرب الثورات الشعبية التي اعتبرت الولايات المتحدة أنها خارجة عن إرادتها وعن سيطرتها. إيران بسياستها هذه عزلت نفسها عن المجتمع العربي وأصبحت خصم للمجتمع العربي. كل ما تريده إيران، وأنا وافق الزميلين الذين تحدثنا قبلي، أنها تريد حصة من المنطقة العربية إلى جانب إسرائيل. هي لا تريد ضرب إسرائيل ولا تريد حرب إسرائيل. الموت لأمريكا وتقصف الرياض، الموت لإسرائيل وتقصف دمشق. أستاذ حسان، إذا كانت يا أستاذ حسان، إذا كانت إيران معزولة دوليا، وإذا كانت الأمريكيون لا يريدون حربا مع الإيرانيين، والإيرانيون كذلك لا يريدون حربا مع الأمريكيين، بما تفسر تصريح وزير الخارجية الإيراني اليوم عندما قال أي استهداف لإيران للأراضي الإيرانية من قبل السعودية أو أمريكا أو أي من حلفائهما فإنه سيعني ذلك حرب مفتوحة في المنطقة، حرب شاملة كما وصفها؟ هل تستطيع إيران أن تدخل في حرب مفتوحة؟ هل تملك القدرات؟ قد تملك صواريخ وأسلحة، لكنها هل تملك القدرات المالية لتغطية نفقات هذه الحرب وتأمين التموين لشعبها وكل ما يلزم لاستمرار حياته بشكل طبيعي؟ إيران تدرك هي عملية منخرطة في حرب شاملة في المنطقة أستاذ حسان، هي عملية منخرطة في حرب شاملة في اليمن، في العراق، في سوريا، وتنفق والأمور تسير كما تحب إيران وترضى. الحروب خارج حدودها، لم تدخل الحرب إلى الأراضي الإيرانية حتى الآن. هي تحارب في اليمن ضد المملكة العربية السعودية، وتحارب في العراق ضد العرب وضد الولايات المتحدة وضد السنة في العراق، هي تحارب في سوريا ضد الثورة السورية لتحاول منعها من تحقيق انتصارها وإبقاء نظام بشار الأسد، هي تحارب في لبنان. لكن هذا يظهر أنها تمتلك القدرات المالية للحرب على عدة جبهات، هذا كله يحتاج تموين. صحيح، هذا ما تعاني منه إيران الآن، وهذا ما نلمسه نحن في لبنان، الضعف المالي لدى حلفاء إيران، العجز المالي لدى أدوات إيران في لبنان الآن، هذا ما نلمسه ونعيشه ونشعر به. هم يتكلمون بذلك علنا أن التمويل توقف، وهناك أزمة حقيقية لدى كافة المجموعات التي سبق وكانت تتمول من النظام الإيراني. فإذا هناك مشكلة إيرانية وحقيقية تشعر أن ما صنعته وما بنته خلال سنوات طويلة من التجاهل الأمريكي لدورها وحضورها وتمددها انعكس سلبا الآن، وبدأت تخسر هذا الحضور وهذا الدور في المنطقة، وهذا ما لا تريده. لذلك الحرب الاقتصادية هي التي سوف تستمر، لا أفق لحرب عسكرية بين الولايات المتحدة وإيران. سنبقى نشاهد بعض الضربات المحدودة من إيران أو من غير إيران، لكن الحرب الاقتصادية هي التي ستبقى متواصلة وتواصل الضغط على إيران ومستقبل إيران. أستاذ حسان القطب، مدير المركز اللبناني للأبحاث والدراسات، أشكرك شكرا جزيلا. أنتقل إليك أستاذ نبيل لأواصل ما تبقى من هذه الحلقة معك. يعني بعد الهجمات التي وصفها الكثيرون بأنها أراقت ماء وجه السعودية، بل بشكل أو بآخر طرفا من ماء وجه أمريكا إذا صح التعبير، زار وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو زار الرياض وتحدث إلى كبار المسؤولين هناك حول طبيعة الرد التي يمكن إحداثه تجاه إيران، ومع ذلك مضى أيام ويكاد ينقضي الأسبوع من دون أي رد. بما تفسر غياب أي رد سواء أمريكي أو سعودي على الإيرانيين حتى الآن؟ يعني الواقع نحن نستطيع أن نضع هذا الحدث الذي هو موضوع الحلقة بالنسبة إلى ضرب منشآت نفطية في السعودية في مكانه عندما نحدد طبيعة العلاقة ما بين الولايات المتحدة الأمريكية وحلفائها كما يقال إقليميا وبين إيران حاليا. إيران ليست معزولة عالميا، هذا الواقع أمر يجب أن نعلمه. ليس في مصلحة لا الصين ولا روسيا القضاء على إيران
وعلى القوة الإيرانية وليس في مصلحة الولايات المتحدة الأمريكية، لنتصور بأن الورقة الإيرانية غابت عن الوجود حاليا بالمنطقة. ما الذي يحدث في الخليج وعلاقة دول الخليج بالولايات المتحدة الأمريكية؟ يعني حتى الآن إيران تقوم بدور معين لا يراد أن يتوسع هذا الدور أكثر مما ينبغي. فيما مضى الواقع استخدم صدام حسين في العراق، نظامه استخدم في هذا الإطار أيضا، ثم استعدي لما أصبحت سياسته تتعارض معهم. إذا هناك الواقع السياسات غربية وبالذات الولايات المتحدة الأمريكية التي تمضي شوطا معينا في العداء، ولكن لا تمضي إلى القضاء على من يحقق لها مصلحتها في المنطقة، ولو كان بصيغة عدائية يعني للدعاية أكثر منها للواقع العملي. فهناك حدود لهذا الصراع لا يتجاوزها الطرفان، الطرفان يعلمان تماما أين يمكن أن يقف كل منهما. ثم هناك الواقع في الفترة الأخيرة بعد الحوادث التي جرت بالنسبة إلى السعودية وسواها في الآونة الأخيرة، يعني أصبح هناك ضيق بالنسبة إلى السعودية يعني أن تقوم بالدور الذي يمكن أن تقوم به في المنطقة على أساس تدافع بالنسبة إلى اليمن، بالنسبة إلى سوريا، بالنسبة إلى سواها. وبالتالي الواقع توجيه هذه الضربة دون أن يكون هناك رد أمريكي حقيقي، التي كانت تتوعد دائما بأن وقف وراء السعودية والإمارات وسواهما. الواقع هذا الأمر بحد ذاته يعتبر استهداف للسعودية، والسعودية مستهدفة ليس الآن فقط، استهدفت من قبل. يعني هناك عدة أمور ولكن لا تتعلق فقط العلاقة إلا في حدود عدم الصدام ما بين الطرفين. طيب. يمكن أن تمضي العلاقة إلى أبعد حدود الصدام الاقتصادي، ولكن لا يمكن أن تصل إلى الصدام العسكري، ليس طيب. في مصلحة الطرفين. بعد أستاذ نبيل، فيما يتعلق بإيران وأمريكا، بعد سقورية امتدت لأشهر عديدة من قبل إدارة معذرة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أظهر فيها يعني العين الحمراء للإيرانيين، الآن واضح أن إجراءاته الأخيرة ومواقفه وتصريحاته تنبئ بأنه لديه رغبة بلين الجانب للإيرانيين. ثمة من يقول بأن الأمريكيين أخطأوا في الحسابات مع إيران، وبأنهم تورطوا في فرض العقوبات الاقتصادية عليها وخنقها اقتصاديا، وأنهم الآن يبحثون عن مخرج ولا يجدونه. ما تعرفه؟ يعني ترامب بالواقع وسيلته وسيلة تاجر، هذه سياسته بشكل عام، وأسلوبه هو الأسلوب الدعائي يعني كما نعلم. إلى أي مدى توافق مع هذا التحليل؟ يعني من تغريداته. بالتالي الواقع لا يمكن أن يتوقع الإنسان منه أكثر من ذلك. وكان الولايات المتحدة الأمريكية لا يحكمها ترامب، ترامب يحكم الولايات المتحدة بأسلوبه ولكن ليس الأهداف الاستراتيجية القائمة. بالتالي من البداية لا أعتقد بأن هناك كان رغبة في القضاء على إيران عن طريق الحرب الاقتصادية وحدها والحصار الاقتصادي. يا أخي، الحصار الاقتصادي في كل بلدان العالم التي مارسته الولايات المتحدة الأمريكية بصورة خاصة لم يحقق أهدافه على مدى عشرات السنين، وليس على مدى الآن مضى سنتين ثلاثة بالنسبة لترامب بالنسبة للحصار الاقتصادي، يعني من بعد خروجه من الاتفاق النووي. بالتالي لا يمكن أن نتوقع حتى من ترامب نفسه أنه والله سيحقق النجاح خلال هذه الفترة، ليميل من جديد ويقال يعني ألست مع هذا التحليل، لأنه لم يبدأ بهذا الأمر على أساس أنه سيخنق إيران خنقا كاملا. والطرفان يعلمان ذلك تماما، يعني عندما حادثة الباخرة ووصولها إلى سوريا كان يمكن منعها، وهذا يعلمه ترامب وتعلمه إيران، رغم ذلك وصلت. أيضا الولايات إيران عندما تعتقل بعض الأمريكيين وتفرج عنهم، لا يوجد عداء لا بين ترامب روحاني ولا بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية. وضحت الصورة أستاذ نبيل، أشكرك شكرا جزيلا. في ختام هذه الحلقة مشاهدينا الكرام، أشكر ضيفي من لبنان عبر سكايب، كان معنا الأستاذ حسان قطب مدير المركز اللبناني للأبحاث والدراسات، وعبر سكايب أيضا من بون في ألمانيا الأستاذ نبيل شبيب الكاتب الصحفي. شكرا لكم، في حراسة الله وتوفيقه.